السلطات طلبوا منا التباعد، وكان علينا باش نديروا هاد الطريقه ديال الزوم ديال تفريق المنخرطين على القاعات المدرجات، ويكون عندهم الشاشه كيشوفوا كل شيء كيشوفوا ويجاوبوا. هو غادي يكون تغيير، غادي يكون القيمه غادي تزاد، ولكن احنا كنترجاو الله كنتسناوهم راهما دايرين اجتماعات باش يشوفوا في هذا الموضوع واش ينقصوا لنا، عاد نعرفوا شنو كاين، لان حاليا غادي تزاد على القدره الشرائيه ديال المستهلك، غادي خصنا نكونوا عارفينها، لان ما يمكنناش احنا نخلصوا من عندنا، احنا كنخدموا باش نربحوا شي بركه. دابا الا كنا نخدموا ونخسروا ما يمكنش، حنا كنا كنتعاملوا بواحد الاثمنه على حسب داك الشيء اللي كنا كنخلصوا، لكن دابا بالدرون غادي يتزاد علينا، وهاد الدرون كتحتسب كل شيء، الرمله اللي كتخرج من الكريال، دابا هو داك المقلع اللي كنخدموا فيه ما بقاش مصنف كريال، مقلع، علاش؟ لان المقلع يسمى ملي كيكون كله رمله، وكان واحد الوقت فيه الرمله، كانت كتبه الرمليه حقيقه، ولكن تقاضت، دابا راه كنهزوا الرمل مخلط بالحجار وبالتراب وبالاوحال، وتنديوه للمحل المكان ديال المعالجه وتنسيبوا منه 70%، راكم شفتوا داك الشيء في الشاشه. اذا كتبقى لنا غير 30% ولا 40%، كيخص الدوله تراعي لنا هذا الشيء، هذا تراعي هاد الخساره هذه، والا راه غادي تزاد على المستهلك وغينوض صداع خور عاود، لان انا ديك الساعه داك 30% اللي بقات كنت كنبيعها مثلا ب 100 درهم، خصني نبيعها ب 200 درهم باش نقدر نخلص الدوله. اذا غادي تزاد على المستهلك، المستهلك غادي هذا هو اللي كنقول، حنا كنحافظوا على التوازن ديال القدره الشرائيه وديال المنخرطين، كل واحد كنفكروا له، مول الكامل خصنا يدي ديك 200 درهم، ولا مول الديبو يدي 200 درهم، وديك الناس اللي كتجي من طنجه عاود دي واحد البركه، هاد التوازنات الدوله ما كتعرف والو، تجي الطياره تعبر لك ودبر راسك. حنا خصنا تساعدنا وتاخذ بيدنا، لان هما حنا الدوله راه هي حنا ولادها، خصها تاخذ بيدنا الى عندنا شي اخطاء وتبين لنا، ماشي نزلت علينا الساط قد وقد عندكم، وراه غير كنتعلمنا بحال اللي كيعملوا السرعه راه 60، الا فوتي 60 راه غادي هذا، كانوا يجيو يقولوا حنا سنين هذه، راه التعاونيه راه عندها تقريبا 30 عام سنين، نحن كنخدموا بهذه الطريقه. وثانيا هاد التعاونيه استطعت خلال هاد السنوات تنظم هاد القطاع، هاد الحرفه هذه راه كانت عشوائيه. والمشكل الكبير هو ان العريش عندها 80 كيلومتر ديال الشواطئ السواحل، طنجة كذلك عندها اكثر من 80 كيلومتر. اذا الا ما كانش هاد القطاع منظم راه غتكون السرقه، وداك الشيء اللي كديه الدوله ما غتبقاش دي الربع ديالو، غادي يمشي كلشي مسروق، والرمله ما تقدرش تقطعها، علاش؟ لان الرمله بحال الماء، الا سديتي عليها من هنا تخرج لك من هنا. ودابا حاليا احنا حابسين ياك، ما كنخدموش، لان خصنا تنظموا راسنا ونشوفوا كيفاش الطريقه اللي غادي نبداو بها القدمه. راهم 40 تراكتورات كتراكتورات كياخذوا الرمله، وقول لهم يمشيو يمنعوهم بالتراكتورات الجرارات، عشرات ديال الجرارات راه هما خدامين ليل ونهار، شكون يقدر يمنعهم؟ حنا اللي بغينا نخدموا في الاطار القانون وننظموا راسنا خصهم يساعدونا ويشدوا بيدنا يوصلونا الهدف اللي باغيين يوصلوا ليه، بغاو ينظموا هذا القطاع يعاونونا. حنا مجرد ماشي عندنا الدكتوراه ولا حنا غير مهنيين غير حرفيين، ماشي حنايا هادشي التعاونيه هادو بحال لي اسره وحده، كاين اللي تربوا معايا طلعوا باقيين عندهم 7 سنين وتزوجوا وداروا ولادهم، يعني كيحسبوهم هادو بحال ولادي وهما كيحسبوني بحال الوالد ديالهم بحال خاهم، يعني ما عندناش شي كيعرفوا ملي كنقول له شي حاجه راه كنقولوها في المصلحه العامه. هذا الشيء علاش هما ما كيعرضوش، يا كيعرفوا هما، وغالبا هما دابا عندهم شني كان حتى في المكتب كنجلسوا كنقول لهم ودي شنو ظهركم، واش هذا الاقتراح مزيان ولا هذا الاقتراح مزيان، كيقولوا لي دير اللي شتي مصلحه ديالنا، والحمد لله احنا غاديين ورا اسره وحده ما كنتفرقوش مع بعضياتنا.
اللي مأثر فيا هي هذيك الأعمال الاجتماعية كنخافو تنقص نظرا لهذا الضغط اللي ضغطوا علينا ولهذا الهول الكبير اللي جابوا لنا ديال الأداءات، لأن واحد العادة ديال الناس راهو ممسكن كيبكيو حيث التعاونية كتقوم وراه كيعرفوها الحمد لله في العرايش. عندنا مكان ديال التحاليل خاص بالتعاونية، عندنا صيدلية خاص بالتعاونية، عندنا الناس اللي كتجي تدي أراميل والمراضين كل أسبوع واحد الأعداد بلا ما نذكره، لأن هادشي كان نطلب الله يبقى لي وجه الله، غير هو بقينا تأسفوا لأن ما غادي يكونش عندنا الإمكانية. هذا اللي خايفين منه نظرا لهذا التحول اللي جانا، لأن التحول ما عمرو داز علينا، دوزنا محن في التعاونية، تتهمنا، دخلنا للحبس، كانوا كيديروا حنا حتى من ناحية ديال ملي كنخلصوا الوزارة الداخلية كنعمروا الشيك، هيك الشيك كنديروا فيه إلى السيد وزير الداخلية، صوروه ومشاو كيديروه في الجرائد كيقولوا ها هو كيعطي الفلوس للوزير الداخلية، وكان يا عصر البصري ديك الساعة ما كيخليو ما كيديروا فينا، وكيكتبوا لنا في الجرائد كتجبر انت في الصفحة الأولى كاتبين رئيس تعاونية اختلس 6 ملاير، فين هاد الشيء هذا؟ ومنين واحد هاد القضية ديال 6 ملاير؟ هما دابا هاد صحاب الكتابة وصحاب الفيديوهات ما كيتحقوشي مصاب يقولوا شي حاجة تكون هي خطأ باش حنا نتراجعوا عليها، كيقولوا البطل البهتان، أما لا قالوا شي حاجة فينا غنتراجعوا عليها، قولوا الحمد لله نبهونا ليلة. هذا دابا مول اللي كتب مشيت نصور في الوكالة، ديك الصفحة كنصورها وكنجمعهم اللي كيكتبوا عليا، واحد واقف حدا الوكالة ديك الوكالة الفرقان قال لي ياك ما ديك رئيس التعاونية، قلت له اه، قال لي سبحان الله العظيم عيينا ما نقولوا له اتق الله وهو مبغى، قلت له كتعرفوا؟ قال لي الله يودي صاحبي وعيت ما نقول له هذا، وانا هذا هكذا انا احنا هنا في العرايش هذا الشيء اللي عطى الله، ان بغضك ونحسدك على والو. وكاين اعداء النجاح في المغرب، اعداء النجاح يحاربون النجاح، علاش كيقولوا التعاونيه كدير الخير وكتخدم الالاف الناس وكتعمل اعمال اجتماعيه وكتخدم الوطن وحنا بحال جنود ديال سيدنا، ملي كيوقفوا علينا كنمشيو. الزلزال ديال الحسيمه مشينا كاملين بالكاميونات عامرين بالسكر والزيت والطحين والملاطي، ومني مشينا لتما جبرنا تبارك الله المغاربه كاملين جاو صحابنا غير غنوصلوا نخويو 10 ايام وحنا تما عاد خوينا، كتجبر الصف من هنا للقصر ولا قصر، ورجعنا وجبرنا عاود الاعانات جات من الجاليه المغربيه انجلترا الناس العرايش، وعمرناها كذلك بالكاميونات ومشاو. جا ديك التصريحات الغاشمه الظالمه في حقي قضيتنا المصيريه اللي هي الصحراء المغربيه اللي هي خط احمر بالنسبه للمغاربه، ومشينا كاملين التعاونيه هي اللي مثلت مدينه العرائش في الرباط، مشينا كندو على ديك التصريحات ديال السويد وديك بانكيمون، مشينا للسفاره ديال 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 السويد، وفين ما كانت شي حاجه احنا الاولى. احنا علاش كيحقرونا هيدا؟ كاينه رابطه في طنجه، ولكن دابا ديك الرابطه اللي في طنجه الحمد لله الناس ديالها الناس ديال الرابطه كلهم معانا. شنو باقي؟ بقى غير ديك اللي كان هو رئيس ديالهم وواحد الجوج معاه اللي لا عندهم لا شاحنات، عندهم غير داك الطابع ديك الخاتم ديك الكشف الجيم وكيكتبوا بينا الشكايات ملي ما كنبغيوش ندعنوا لهم. اما الناس دابا نعيطوا لطنجه كاملين يجيو، هذه من جهه. حنا وقع لنا مع هذيك الرابطه ومع دراكا بحال الجزائر مع المغرب، الشعب الجزائري مع المغرب، ولكن هذوك الجنرالات وهذوك ها انتوما كتشوفوا هكاك وقع لنا مع هذو. دابا الناس طنجه مساكن مساقين الاخبار والاخر كيكتب الشكايات بلا اخبارهم بلا اخبارهم. بالنسبه لعلاش هما منافسين لنا، لانهم اولا كاينه بلا ما نسميها كانت هنا في العرايش ما بغاوش يعطيوها الترخيص، وفي طنجه ما بغاوش يعطيهم الترخيص، كانوا سدوا، لان سيدنا كان دار واحد اتفاقيه مع قطر ووقفوهم من ديك المكان اللي كيقولوا له هوارة تما كانوا كيديو الرمل.
من يوقفوهم ناضوا غوتوا وداروا صداع ولكن تاخذوا القرار تاخذ وهذيك منطقه سياحيه. حنايا شوف الاحسان اللي عملنا معاهم، مشيت لعندهم انا تما ودرت اجتماع معاهم في واحد الغرفه كبيره اكثر من هذه حدا الولايه كيقولوا الغرفه الصناعه والتجاره، وجمعت الطنجاوه كاملين قلت لهم اخوتي ما تخافوش غناكلوا طريب الخبز كاملين غنديروا معاكم بحال اللي داروا الانصار مع المهاجرين منين هاجروا من مكه للمدينه قسموا معاهم كل شيء. قلت لهم سيدي غادي حنا باقي عندنا الكريال غادي نهزوا الرمله من المقلاع ونجيبوها نحطوها في الجلاليه، واحد المطاع كيقولوا لا الجلاليه، ونديو واحد البركه ديالنا درهم وانتم عاود تهزوها من تما وتديوها لطنجه وتديو ديك البركه ونعيشوا كاملين. ثم عندكم 1500 كاميون حنا عندنا شي 500 وهكذا نعيشوا كاملين. مشات الامور هيداك، ولكن الاخرين اللي كيبتزونا وكيعملوا المشاكل كيقدموا طلبات للولايه كيقولوا اعطينا حتى حنا المقلع، كيقول لهم اسيدي ما نعطيكمش المقلع مادام كاينه العرايش كتوفر الرمل للجهه ما كانش علاش تيبغيو يشوهونا بهذه الطرق بهاد الشكايات باش يوقفونا، باش لا وقفونا بالزمن هاد الدوله تعطيهم لان ما يقدرش توقف الرمله. الاخرين عاود كذلك اللي كانوا هنايا وما بغاوش يعاودوا يرخصوا لهم، هادو اللي كانوا في العرايش وما رخصوا لهم شي كانوا كيتسناونا حنا نهزموا ما نقدروش نوفروا الرمله لجهه الشمال، كل نهار يقولوا ها هما غيعياو ها هما غيتغلبوا. حنا الحمد لله بالعزيمه ديالنا وبالاتحاد ديالنا وبالتعاون ديالنا قدرنا نوفروا داك الشيء للجهه. ملي شافونا هكاك بداو يحرشوا علينا هاد المواقع التواصل الاجتماعي وهذا الشيء اللي عطل الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا في لاشين يوتيوب أو فعلوا جرس باش يوصلكم الجديد أو زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.